عادة قد تعطي زوجتك مال لشراء بعض حاجيات البيت، وسبحان الله الباقي غالبا يختفي ما بيرجع بقدرة قطر. سبحان الله، يعني قول سبحان الله أنت لما تسأل عنه، فإذا سألتها عنه ووجدت أن تعابير وجهها بدأت تتغير ووجدتها تريد تغيير الموضوع، فكن كريما ولا تدقق. يعني عادة هذا الباقي يكون زهيدا، لا تسأل عنه، أو إن سألت عنه وعلمت أنها قد صرفته فهي إما أنها صرفته على نفسها أو على أولادها، سامح، كن كريما. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الدينار تنفقه دينار أنفقته على أهل بيتك. كن كريما وطنش وارحم، الله يرضى عنك، ما تخليها تضطر تكذب عليك لتبرر لك وين راحت بالمال، غالبا على نفسها أو أولادك، سامحها.